السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على الطبقات أو على اللايرز. أقدر أحط الحاجات بتاعتي في لايرات مختلفة وأتحكم فيهم. على سبيل المثال المبنى ده مثلا، ده موجود في لاير 1. لو دخلت هنا هتلاقي لاير 1 وقدامها هايد ولوك. هايد هيخفي اللاير ديت، ولوك هيقفلها بحيث إن محدش يقدر يعدل فيها. لما تيجي تتحكم فيها أو تعمل لها سيلكت ما بينفعش. طيب ممكن تيجي هنا وتقول له اد لاير، تضيف اكتر من لاير وتسمي اللاير اللي انت عايزها. وعندي هنا شو اول او هايد اول، وعندي لوك اول او انلوك اول. طيب خلينا نيجي هنا بيلدينج واقول له انا مثلا هرسم حاجه على لاير 2 وهي مثلا الفينس اهوت السور دوت. تمام، ممكن نحط ده مثلا على لاير 3 مثلا. ممكن بعد كده مثلا ارسم طريق مثلا روت على لير 4. او بالشكل دوت. تمام، اقدر اي في اي لحظة فيهم واقول له اقفل لي لير 2 ولير 3 واقفل لي اللير ديت، فيقفل لي 2 و 3 واللير دي تبقى مقفولة. بينما لما اجي اعمل سيلكت على دوت يعمل سيلكت ويعدل عادي بدون امشي خالص. اقدر افتح هنا واقول له شو اول وانلوك اول، ودي بتخلي اللاير او اي حاجه مش موجوده على اللاير بتاعتي تبقى لونها بهتان وما اقدرش اشتغل عليها. تمام، يعني لما اعمل كده واختار مثلا لاير 1 اوكي، هتلاقي ده شغال الباقي كله مش شغال. ممكن تيجي هنا تشيل العلامه دي تلاقي كله اتفعل معاك. هنا بتلاقي هايد اوبجكت ان ذس لاير، هيخفي لك الحاجات الموجوده على اللاير المتحدده هنا او يعملها قفل، او سيلكت اوبجكت ان ذس لاير يعمل سيلكت على الحاجات اللي موجوده على اللاير دي بالشكل ده. طبعا امر سيلكت ان انا اجي هنا رايت كليك واقول له سيلكت. سيلكت اول هيختار كل حاجه في المشروع. سيلكت اول باي تايب، اقدر اختار مثلا انا عايز البيلدينج بس او عايز الدور بس، فسهل جدا موضوع الاختيار من سيلكت باي تايب. سيلكت سيميلر بيبدا يعمل سيلكت على اي حاجه زي الحاجه اللي انا شغال عليها. سيلكت نم بيعمل انسلكت. سيلكت بلانت ده خاص بالنباتات، بدور على النباتات باسم معين، او اقدر اقول مثلا عايز التري بس مش عايز الباقي، او اقدر اشوف في الزون. لو دخلت هنا هتلاقي عندي زون 1 اللي هي من درجه حراره كذا لكذا، تمبريتشر طبعا موجود اماكن كتيره جدا، كندا مثلا، مكسيكو او هكذا، ويبدا يديني الزون درجات الحراره. تقدر تعمل سيلكت بلانت على الحاجات اللي انت عايزها، بس احنا طبعا مش حاطين البلانت دلوقتي. تمام، تقدر تبدا من لاند سكيب تحط البلانت اللي انت عايزها، تختار النبات اللي انت عايزه تقول له اوكي، وتبدا تحط النباتات في المكان اللي انت عايزه.